مفيش حاجة بتيجي صدفة، خصوصاً أول رسمة في حياتنا بتبقى قصة جميلة بنفضل فاكرينها طول عمرنا. قصة عن أول خط في كتاب النجاح، عن أول حد ساعدنا علشان نوصل لحلمنا. في مبادرة ابن البدري بنمد إيدينا لولادنا علشان يكتبوا قصة نجاحهم. ابن البدري، مبادرة لرعاية الطفل المبتسر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.